بسم الله الرحمن الرحيم. الفيديو ده ان شاء الله هنحل مع بعض فيه تمارين الكلمات والقواعد اللي في الوحده ال11. ممكن اقسمهم في 2 فيديو، بس انا كده كده هسجلهم، لن اقوم من مقامي هذا الا بعد ما اخلصهم. طيب تعال نركز مع بعض كده ونبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. في اول سؤال الراجل بيقول لك في ميلز اللي هم الاناث البنات، يعني عكسها الميلز ار دوميننت. دوميننت يعني مسيطر. كلمه دوميننت هنا معناها كنترولينج، كنترولينج مسيطر. وعايز تفهم ان في كنترولينج ده مسيطر يعني حاكم، وفي كنت رولد اللي اخرها اي دي، دي مسيطر عليه اللي هي زي نظام محكوم كده. فهم الاناث هم المسيطرين في هذا المجال. الكلمه اللي بتساوي كلمه دوميننت يعني حاكم يعني مسيطر، يبقى كده بتساوي كنترولينج. ريليفنت معناها متعلق، اتاتشنج يعني ارفاق، كونكتنج معناها توصيل. برايت كالرز الالوان المبهجه، كاركترايز يعني بتميز، اعمل بس القلم كده الثاني، بتميز هيز بينتينجز بتميز رسوماته. كلمه كاركترايز يعني يميز، هنا بتساوي كلمة ايه كونفيوز يعني يربك بره اللعبة، ميكس اب يعني يخلط، ايراديكيت معناها يجتاز او يقضي على زي كلمة روت اب روت اوت، لكن كلمة مارك يعني يحدد او علامة معلها. كان في جملة زمان بتيجي في الاسئلة كان بيقول لك شم النسيم، شم النسيم ماركس يعني بيحدد او هو علامة معلها، ذا بيجيننج يعني بداية اوف سبرينج، داد ستارتد ذا انيشيتيف يعني ابويا بدأ المبادرة. كلمة انيشيتيف معناها مبادرة، هنا بتساوي معناها بوش دفعه. لما اقول لك في مبادره نحو السلام يعني دفعه نحو السلام، مبادره السلام يعني دفعه للسلام. طبعا كومبليكيشن تعقيد، استراتيجيك يعني استراتيجي، وبلانر يعني مخطط. شي ريزد فور تشيلدرن، كلمه ريز يا مستر معناها يربي، وانت عارف ان كلمه ريز من غير ما الراجل يسالك كده انت اكيد متوقع بتساوي برينج اب. المهم شي ريزد فور تشيلدرن، ربت 4 اطفال الون وحدها. السرنم بتاع كلمه ريز اللي هو برينج اب. اوعى تنسى ان في برينج اباوت يعني يسبب زي كوز وليد تو كده. اكونت يعني حساب، يور اكونت اون فيسبوك يعني حسابك على اكونت على الفيسبوك. لكن لو انت قلت لي كلمه اكونت فور معناها يصف، اتريبيوت يعني يوزع، وبريز يعني يثني على، عكسها كلمه سكولد لو انت فاكر، وعكسها كمان كلمه تيل اوف لو انت فاكر. I am proud of my great ancestors، انا فخور باجدادي، الكلمه اللي هي عكس اجداد، الاجداد عكسها الاحفاد يبقى descendants. لكن فور فاذرز وفور بيرز وفور كاست دول كلهم بيساووا كلمه ancestors. I hate him as he is proud، انا بكرهه لانه هو proud فخور. كلمه proud يعني فخور بتساوي، وعايز بتساوي انا عارف من غير ما انزل على الاختيارات، بتساوي كلمه conceited، وبتساوي كمان كلمه boastful، boastful، وكمان بتساوي كلمة arrogant. أكيد أنت حافظ الكلمات دي، الراجل مديك منهم conceited. طبعا humble دي متواضع، و honorable معناها ممجد أو كريم، و simple بسيط. كلمة simple دي زي كلمة plain اللي أنت لو بتحل في الامتحانات وسابقنا أكيد هتقابلك في الامتحان تقريبا الرابع. بيقول لك it is said that من المعروف، طبعا simple أو plain عكس complex و complicated. بيقول لك it is said that من المعروف أن النقود هي the root of evil، هي أصل كل الشرور. طيب بقول لك هنا بقى السينما من كلمه روت، روت يعني اصل او جذر، بتساوي كلمه ايه؟ بتساوي الاصل يعني الاوريجن، الاصل او الجذر في الامر. طبعا ريزلت نتيجه، كونسيكونس نتيجه، وبرانش يعني فرع. الجدير بالذكر ان كلمه كونسيكونس وكلمه ريزلت وكمان معاهم ان تيرن، الكلمات دي كلها بتفيد الريزلت النتيجه، بنستخدمهم عشان نعبر عن ريزلت. انذر وورد فور ديب سيتد يعني راسخ، بتساوي ديب روتد يعني راسخ برضو، وبتساوي كمان كلمه كونستانت. تعالى نكتبهم هنا، كلمة بتساوي كلمة ديب روتد، طبعا في ديب الأول، ديب روتد وديب سيتد وكونستانت وبيرمننت، اللي كل الكلمات دي معناها دائم. هو عايز كلمة بتساوي الكلمة دي، كونتمبرري معناها معاصر، تمبرري معناها مؤقت، بيرمننت يعني دائم. طب في واحدة لسه معانا باقية، كلمة تمبرال أصلا أصلها تمبرري مؤقت يعني معناها وقتي أو زمن يعني. I am happy you impressed my idea، أنا سعيد إنك أنت impressed. كلمة impressed لها معنيين، معناها يحتضن، ياخد في الحضن يعني كده، يحضن حد اسمه بتساوي hug ل H U G، ومعناها يتبنى اللي هي كلمة بتساوي كلمة adapt، adapt لا سوري adopt يتبنى بالأو. طيب هنا بقى في الجملة دي الراجل جايبها بشكل مختلف خالص، بيقول لك إيه بقى؟ أنا سعيد إن أنت تبنيت أفكاري، يتبنى الأفكار يعني يقبلها، عكسها بقى prove يعني يثبت، وagree on يوافق على دي بتساويها، reject يعني يرفض دي عكسها، وaccept يقبل دي بتساويها، أنت عايز كلمة عكس الكلمة. طيب بعد كده رقم 10 بيقول لك she impressed him يعني هي احتضنته، حضنته يعني، when he cried عندما بكى. الكلمة اللي بتساوي synonym لكلمة impress يعني يحضن هي، طبعا احنا قلنا بتساوي hug اللي هي دي، kiss يعني يقبل، وcheer يعني يهتف او كده، تشير يعني يهتف او يبتهج، معلش طبعا في بعضهم شير اللي بالاس دي معناها عملاق او ضخم. ذا توباكو
tax ضريبة الطبخ يعني is embarked by not for health and prevention programs. بقول لك ان ضريبة الطبخ بيتم رفعها يعني بواسطة الايه بتاعة الصحة وبرامج المنع التدخين. initiative معناها مبادرة، tradition اللي هو التقليد او العادة، custom يعني عادة برضو، بس كلمة tradition تقليد بقى لو هنميز، تقليد يعني حاجة من زمان بنعملها من زمان ولسه بنعملها لحد النهاردة، لكن custom حاجة بنعملها اليومين دول كلنا بس هي لسه جديدة. طب زي الفوتو سيشن كده نقول عليها custom، لكن مثلا ان احنا نعمل فرح للعريس والعروسة ده tradition. linguist يعني لغوي، يبقى اكيد initiative، يبقى الطبخ بيتم رفع الضرائب اللي عليه زيادتها يعني عن طريق مبادرة حفظ الصحة والبرامج الصحية. each color on the chart كل لون في هذه الرسمة a different department بيمثل قسم مختلف. produce يعني ينتج، present يعني يمثل، لا present يعني يقدم، سوري معذرة، present يعني يقدم، act يعني يمثل، و represent يعني يمثل. طب ما دي يمثل ودي يمثل، لا ما حضرتك دي يمثل في المسرحية والفيلم والمسلسل وكده، لكن represent يعني يمثل يعني هو بمثابة. فانت بتقول لي كل لون في هذا الرسم هو بمثابة قسم مختلف، يبقى represent يمثل او ينوب عن، act يمثل في المسرحية زي مثلا شكسبير بيعمل مسرحيات الناس اللي فيها اسمهم actors ممثلين يعني. the mother tongue is the not language، المذر تانج هي اللغة الأولى، يبقى النيتف لانجوج أو الفيرست لانجوج. the police are still trying to find out، البوليس بيحاول إن هو يكتشف، the not of the person who was killed، الإيه بتاعت الشخص الذي قتل، benefit يعني فائدة ومعناها يستفيد. خد بالك لو أنت قلت لي benefit of يبقى هي كده noun، لو قلت لي benefit from يبقى كده verb، لما أقول لك we want to benefit from this project نريد أن ننتفع من هذا المشروع، لكن لما تقول لي a benefit of تكنولوجي يعني فائدة من فوائد التكنولوجيا. سيلبرتي دي لها معنيين، سيلبرتي كده من غير آ معناها الشهرة نفسها، طب لو أنت جبت لي قبلها آ يبقى معناها شخص مشهور. أسبكت يعني مظهر أو مظاهر، لكن أيدنتيتي معناها الهوية، والبوليس أو بيحاول يتعرف على هوية الشخص المقتول. فرنش، فرنش دي عايز تركز معايا إن فرنش معناها اللغة الفرنسية، دي معناها اللغة الفرنسية، لكن لو أنت قلت ذا فرنش دي كده معناها الفرنسيون، ودي اسم جمع. French is my mother's mother. استنى بس كده، انت قلت لي اسم جمع وجايب is، انا بقول لك على the French الفرنسيون هي الاسم جمع، لكن French لغة مفرد. French is my mother's mother ايه؟ اللغة الفرنسية هي الايه الام بتاعت امي، اكيد اللغة الام، يبقى mother tongue طيب او native language. our not society مجتمعنا الايه will officially tolerate anything except racial or cultural intolerance، مجتمعنا الايه هيقبل اي شيء ما عدا التفرقه العنصريه والثقافيه. تعال نشوف ان كلتشر يعني غير مثقف، مالتي كلتشرال متعدد الثقافات، كلتشر الثقافه، كلتشر اللي معناها بشكل ثقافي. فانت بتقول مجتمعنا متعدد الثقافات سيقبل اي شيء ما عدا او باستثناء التمييز العنصري. طيب ادخل على رقم 17، زيز فارمرز هؤلاء الفلاحين يوجوالي نوت جوتس بيربوا المعيز والدجاج، يبقى ريز اللي هي رقم ايه. وانت عارف بقى على السريع كده نقول ان ريز معناها يربي ومعناها يجمع ومعناها يطرح سؤالا، ريز ا كويستشن، وخد بالك من دي خلبوصه ممكن تيجي. رايز معناها يرتفع لاعلى، نسيت اقول لك ان كلمه ريز معناها يرفع او يزود برضو من معنيها، لما نقول ريز اور برودكتيفيتي يعني يرفع انتاجيتنا، لكن رايز يعني يرتفع ومعناها ينهض من يستيقظ من النوم ومعناها ينهض من الفراش. طيب ارايز معناها ينشا او يظهر، واروز معناها يثير او يستثير، لما نقول مثلا اروز فيلينجز زي ما قلنا قبل كده يثير مشاعرنا. He read not and had an expensive extensive knowledge of world politics and affairs. الراجل بيقول لك هو قرأ بشكل ايه and had an extensive وعنده معرفة مكثفة بالسياسات العالمية وكل الشؤون العالمية، يبقى هو بيقرأ بشكل دائم او بشكل مستمر، يبقى permanently. طبعا widely بشكل موسع، temporarily معناها بشكل مؤقت، potentially معناها بشكل ممكن باحتمالية او بإمكانية. The country is still suffering from، الدولة ما زالت بتعاني من المشاكل الاقتصادية اللي هي ترى high seated، هي اسمها deep seated اللي هي راسخة أو مرسخة، اللي هي رقم سي، مشكلة راسخة ثابتة يعني من زمان قديمة. He has lived in New York، الراجل عاش في نيويورك for 20 years لمدة 20 سنة، but his not are in France، لكن الإيه بتاعته في فرنسا، but his roots، roots اللي هي جذوره اللي هم مين أصل العيلة يعني. على فكرة ممكن نقول هنا relatives اللي هم أقاربه يعني. ليفز اللي هي جذور الشجرة، سوري أوراق الشجرة، وليف يعني يغادر، ترانك الجذع اللي هو الشجرة نفسها، وبرانشز أفرع الشجرة أو أفرع البنك، أفرع أي حاجة، وأفرع الشركة. ماي نوت بوت داون روتس، وضعوا جذورا لهم،
in this country a century ago، من قرن فات مين اللي كان عايش في القرية ديت أو في البلد دي؟ descendants اللي هم الأحفاد لسه هيتولدوا بعد ما موتنا إن شاء الله، ancestors اللي هم الأجداد، oculist اللي هو دكتور العيون، و dentist دكتور الأسنان. Mozart's music الموسيقى بتاعت Mozart is not by its naivety and clarity، يعني موسيقى موزارت تمتاز بوضوحها ودقتها، يبقى is characterized by. comment يعني يعلق، make up يعني يصنع أو يختلق، أو ممكن made out of معناها مصنوع من. فخد بالك be characterized by يعني تتصف به، تمتاز به. طيب the exhibition العرض أو المعرض is designed to reflect معمول علشان يعكس الإيه of the nation and its religions، عشان تعكس الإيه بتاعة الأمة الدولة وأقطارها بلادها. diversity تنوعية، university الجامعة، different معناها مختلف، distinctive يعني مميز. انت عايز بعد ذا تجيب اسم، الطبيعي انك تجيب اسم، عايز تفهم انك لما تلاقي ضمير او صفة ملكية زي ماي ويور وهير والناس دول، ولما تلاقي ذا والناس دي كلها كده عايزين بعدهم دايما اسم، فانت بتقول ان المعرض ده اتعمل عشان يبين التنوعية في دولتنا وثقافتها يعني. طيب بعد كده ذا نوت فيتشر، فيتشر دي بقى عايزين نقف معاها شوية. كلمة فيتشر معناها سمة او خاصية او صفة، دي بتساوي كلمة كواليتي اللي برضو معناها خاصية او صفة، زيها كمان كلمة تريت، واحفظهم عشان القطعة بتكون فيها حاجات من دي. فبقول لك ان الصفة الايه في هذه الغرفة، وذ لارج اوبن فاير بليس المكان اللي فيها المدفأة مكان واسع، دوكيومنت اللي هو مستند، نوميني من نومينيتد بيرسون يعني اللي هو مرشح، دوميننت يعني مسيطر، وكونتيننت اللي هو القارة. يبقى الصفة السائدة دوميننت فيتشر، يعني الصفة السائدة، على فكرة كان ممكن نقول ذا كومن فيتشر يعني الصفة السائدة برضو أو الصفة المنتشرة. A society which is not has people with different beliefs، عندهم اعتقادات مختلفة وخلفيات مختلفة. المجتمع اللي بيكون مالتي كالتشرال يعني مجتمع متعدد الثقافات. بايلينجوال ده اللي بيتكلم لغتين اتنين. مونو يعني حاجة واحدة، بس مونو سيلابيك يعني من مقطع واحد. مونو مونوتون اللي هو يعني النبرة الواحدة، ما فيهوش تعددية في النبرات. ماي براذر، عايز تعرف كده ان كلمة مونو يعني واحد ايا كان بقى الكلمة اللي هتيجي بعدها، وان كلمة بايو او باي يبقى هما اتنين. طيب كلمة تري يبقى هما تلاتة. طب مالتي يعني اكتر من تلاتة، يعني اربعة وانت ماشي. ماي براذر از نوت، هي سبيكس بوث ارابيك، بيتكلم عربي وانجليزي، يبقى راجل بيتكلم لغتين، يبقى بايلينجوال. طيب مالتي لينجوال متعدد، بتكلم اربعة مثلا وما فوق. مونو يعني بتكلم واحدة، او تري لينجوال يعني بتكلم تلاتة من الثري. السيلابل تري، في كلمة تري لينجوال، تري يعني تلاتة. طيب المقطع الاولاني اللي هو تري ده بنسميه ايه بقى؟ بريفكس. ليه؟ لانه جه في اول الكلمه، لكن لو في اخر الكلمه بنسميه suffix. طيب بعد كده يا باشا رقم 28، there is no not answer، ليس هناك اجابه ايه لهذا السؤال. it can have many answers، ممكن يكون له اكتر من اجابه. فليس هناك اجابه. widely spoken واسع الانتشار، deep seated يعني راسخ، deep rooted يعني راسخ، clear cut يعني واضح. ليس هناك اجابه واضحه. طب يا مستر ليه ما نقولش deep seated او deep rooted بمعنى اجابه ثابته؟ عايزك تفهم ان الكلمتين دول معناهم راسخ يعني قديم من زمان يعني. فلما اقول لك المرض ده في الاسره منتشر في الاسره دي من زمان، فالمرض ده كده deep seated. knowledge is the most not treasure، المعرفه هي الكنز الاكثر ايه of all things، بين كل الاشياء، لان لا يمكن ابدا ان يسرق. precious يعني ثمين، هو الكنز الثمين يعني اكيد. previous يعني سابق، nutritious يعني غذائي، وvarious يعني متنوع. فانت بتقول المعرفه هي الكنز الثمين من بين كل الكنوز. he lives in a remote village، عايش في قريه بعيده. another meaning كلمة أخرى لكلمة ريموت، يعني كلمة بنفس المعنى، ريموت بعيد يعني منفصل. insulated دي معناها معزول، اللي هو معناها مبطن. لما أقول لك سلك الكهرباء ده معزول يعني مبطن، امسكه ما تخافش. installed معناها ثبت أو ركب، زي كلمة fix كده وزي كلمة set up. insulted معناها شتم أو سب، ممكن نحط مكانها scold وممكن تلقف، لكن هنا بقى بتساوي isolated اللي معناها منعزل. this plan الخطة دي is a I think it will help us، الخطة دي هتساعدنا كتير. فهي beneficial يعني معناها مفيدة، inefficient يعني غير كفء، insufficient يعني غير كافية. الفرق بين الاثنين دي كفء من الكفاءة الشطارة يعني، insufficient يعني غير كافية يعني ما تكفيش يعني not enough، يعني كلمة دي بتساوي كلمة not enough. insignificant يعني ليس لها قيمة يعني مش مهمة، يعني عكس significant اللي معناها مهم. يبقى احنا كده اخترنا خلاص الإجابة رقم ايه اللي هي beneficial. I was happy that she not my suggestion with enthusiasm، بقول لك أنا كنت ايه، لأن هي انا كنت سعيد لان هي عملت ايه في اقتراحي بكل حماس. بريز يتنفس اللي هو، لا سوري، بريز معناها تنفس، بريز اللي هو تنفس النسيم، لكن بريز اللي هو تنفس الهواء يعني.
امبرسيف معناها احتضن او تبنى، وتريك معناها خدعه. فانت بتقول انك كنت سعيد خالص لان هي تبنت فكرتي، يبقى امبرسيف. دي بقى اخت كلمه اكسبت زي ما كنا بنقول قبل كده، وعكسها في الحته دي كلمه ريجكت اللي معناها يرفض. You will easily convince him of this new idea. انت بسهوله هتقنعه بالفكره دي. He is اصلا هو شخص متفتح العقل، open minded. stubborn معناها عنيد، شخص عنيد ما بيقبلش اي شيء. conventional معناها تقليدي زي traditional بالظبط. old fashion قديم الموضه يعني ده قديمه، زي كلمه outdated اللي هو عفى عليه الزمان. the tourist loved the country and decided to not his stay in it. بيقول لك ان السائح حب البلد وقرر ان هو يمدد يزود اقامته فيها. تعال نشوف واحده بواحده. expand معناها يتمدد، بس هي تمدد بالحراره اللي هو المواد مثلا الحديد بيتمدد بالحراره، فدي اسمها اكسباند. اسيست يعني يساعد. طب اكستند يعني يمدد اللي هي يزود. فلما اقول لك مثلا ان انا قررت ان انا امدد اقامتي في الهند، يبقى دي اسمها اكستند، ومنها بقى اكستنشن التمديد. لكن اكسباند يتمدد بالحراره يعني يكبر حجمه. The view from here is wonderful. المنظر من هنا منظر رائع جدا. كلمة أخرى لكلمة wonderful اللي معناها رائع أكيد fascinating و picturesque. يلا نراجع مع بعضينا، picturesque و brilliant اللي معناها رائع، الحاجات دي كلها كده بنفس المعنى. طبعا التريكري اللي هو مخادع، depressive معناها عدواني من depression أو يعني يؤدي للاكتئاب يعني، و regressive معناها عدواني أو عنيف. كاتل موف فريلي، المشاه بتتحرك بحريه. اكروس ذا نوت بلين، بلين هنا مقصود بها القطعه الارضيه اكيد المنتج المزروع فيها حشائش، يبقى جراسي. طيب كلمه كروس معناها يعبر. كلمه جاز، جاز معناها يحملق فيه او ينظر إيه. بتساوي كلمه اللي احنا بنقول طبعا جاز ات يعني يحملق فيه، بتساوي ستير ات افتكرتها الحمد لله يعني يحملق فيه. عندك بقى جريس دي اللي هو الشحم من الشحوم يعني. The president gave an address to the address هنا معناها خطاب ومعناها عنوان برضو، سواء عنوان البيت او عنوان على الانترنت. بيقول لك الرئيس اعطى خطابا الى الامة عبر الراديو، طبعا يبقى الامة اللي هي nation. national دي معناها قومي، nationality الجنسية، international يعني عالمي. The shirt you want is available in not colors. بص بقى عشان في لعبتين هنلعبهم مع الجملة دي. بيقول لك التيشيرت اللي انت عايزه موجود بالوان متنوعة، يبقى انت كده هتقولي various colors. لكن كان ممكن اقول لك in a variety of colors يعني بتشكيلة دي من الألوان. I always buy milk from the food not next to my house أو my office. أنا بشتري الطعام اللبن من الفود ستور اللي هو متجر الأطعمة اللي جنب البيت، والجملة دي أو اللي جنب المكتب، والجملة ما فيهاش أي مشكلة. طيب بعد كده 40 يقول لك this is a weak team، ده فريق ضعيف. This is a weak team، ده فريق ضعيف. I wouldn't not on them winning the cup، أنا لا أستطيع أن أراهن على فوزهم بالمباراة. كلمة beat معناها يراهن، امال كلمه بيت سوري معناها يراهن. يراهن يعني يعمل رهان يعني، يقول لك اراهنك ان هم هيفوزوا. بايت يعني يعض او يقدم، بريز يعني يثني على، وبيت يعني يهزم ومعناها ينبض ومعناها نبض القلب. طيب الكلمه الجمله اللي بعد كده بيقول لك another word كلمه اخرى معناها an expatriate اللي هو المغتربين يعني اللي هم immigrants المهاجرين برضو. المغتربين الناس اللي عايشين في دوله ثانيه زيها بالظبط. immigrants dimension اللي هو البعد، dominance اللي هو السيطره، وفيورنس اللي هو التنور او الفرن. طيب طبعا دي كلمه مش مطلوبه منك. after living abroad بعد ما عاش بره مصر، بره بلد يعني سنوات. he was هو كان ايه and wanted to return وكان عايز يرجع تاني ومستعجل على العوده، يبقى homesick. homesick معناها يشعر بالحنين للوطن. the audience saw الجمهور راى ايه at the theater today، شاف ايه النهارده في المسرح، وهي كانت شخصيه مشهوره جدا اللي هم شافوها ديت يعني اسمها سيلبرتي. طب انت قلت لي سيلبرتي لها معنيين، كلمه سيلبرتي لها معنيين يا عم الحاج. المعنى الاولاني انك تجيب سيلبرتي كده لوحدها، والمعنى الثاني انك تجيب لي سيلبرتي. لو جبت لي سيلبرتي يبقى دي كده معناها شخصيه مشهوره. طب لو قلت سيلبرتي بس، دي بتساوي كلمه فيم ودي مقصود بها الشهره نفسها. طيب انت عايز تقول شاف شخصيه مشهوره فهتقول لي وادي سيلبرتي. طيب بعد كده رقم 44 بيقول لك نوت اكتور از اوبننج ا نيو سبورتس شوب، يعني ممثل مشهور. اكيد مشهور دي حاجه من دول، اما ان اقول لك ويل نون يعني مشهور، او فيمس اللي معناها مشهور، او سيلبريتد اللي معناها مشهور، والكلام ده كله شرحناه قبل كده بالتفصيل انا عارفك انت عارفه. سيلبريشن اللي هو الاحتفال، بابليستي اللي هي الشهره الاعلاميه، وسيلبريتي اللي هو قلنا الشخصيه المشهوره او الشهره على حسب بقى قبلها ولا لا. هي از نوت ا نيتيف، هو ليس ليس من السكان الاصليين يعني. he is not living here for years، ده هو بس واحد مغترب عايش هنا بقاله سنين. مغترب
اسمه اكسباتريت. طب انت لسه قايل لي حالا ان اكسباتريت بتساوي ايميجرانت. ايوه، ما هي دي مش ايميجرانت، دي ايميجريشن، دي الهجره نفسها. طب اكسبيديشن اللي هو رحله استكشافيه، واكسبيرمنت اللي معناها تجربه ومعناها يجرب او يحاول يعني. She wrote about environmental ايه in a book entitled Be Green. هي كتبت عن الايه البيئيه في كتاب اسمه Be Green، كن اخضرا. اول حاجه كده cases اللي هي الحالات، وكلمه case دي عندنا في المنهج في مصطلح اسمه in this case، يعني في هذه الحاله. issues يعني قضايا، واكيد هي دي الاجابه. فانت بتقول في الجمله على بعضها كده، هي كتبت عن المشاكل البيئيه، المشاكل البيئيه والقضايا البيئيه in a book في كتاب اسمه Be Green، يعني كن اخضرا. الجملة اللي بعد كده بيقول لك the proportion of، يعني نسبة ال population still speaking Xenoan is very small. بيقول لك ان نسبة ال population، نسبة السكان بقى اللي ما زالوا بيتحدثوا بيتكلموا الايه، نسبة صغيرة جدا. اكيد الناس السكان هيتكلموا لكنة، ولكنة اسمها dialect اللي هي رقم دي. امال ايه effect يعني تأثير، ودي defect معناها العيب او النقص، ودي detect يعني يحدد. طيب عشان كده ممكن اقول لك فيروس ديتكتد، يعني تم الفيروس تم تحديده. طيب رقم 48، ذا نوت اوف ذا فينز از تو كاري، الايه بتاعت الاورده في جسمك هي انها تشيل الدم من مكان الى القلب. يعني دي وظيفه الاورده، الوظيفه اسمها فانكشن. امال الاوكيوبيشن وظيفه الموظف في الشركه، وبروفيشن المهنه، وكارير حياه مهنيه. لكن فانكشنال معناها فانكشن معناها وظيفه جزء في جسم الانسان، او وظيفه جزء في ماكينه، وهكذا يعني. نقط 2، your principles، التزم بمبادئك and tell him you don't you won't do it، واخبره انك لن تفعل ذلك. يلتزم بيه اسمها stick to، لكن react to يعني يكون له رد فعل على، trick يعني يخدع، وcatch يعني يمسك. his not ability، قدرته الايه وطلاقته، served him well in his chosen profession، خدمته في المهنه اللي هو اختارها دي. linguistic يعني لغوي، اكيد قدرته اللغويه وطلاقته اللغويه. long ده اللي هو المكان الاستراحه يعني، slang اللي هي اللهجه او اللكنه العاميه تحديدا، وسن جينج اللي هو الغناء. طيب بعد كده الراجل بيقول لك رقم 51، ان سبيشيز نيد تو بي كيبت سكيور فروم بوتشرز. بوتشرز اللي هم الصيادين الجائرين. انهي فصائل بقى اللي احنا محتاجين نحميها؟ الفصائل المعرضه للخطر، معرض للخطر اللي اسمها اندينجرد. طب ما هو اندينجر يا مستر معناها بقى برضو في خطر، خد بالك دي معناها معرض للخطر، لكن دي معناها في خطر. طيب بص على الجمله دي كده، لما تقولي lions lions are not، هنا ممكن تقول lions are in danger معناها الاسود معرضه للخطر، او lions are in danger يعني الاسود في خطر. لكن لو انت عايز بقى تستخدم صفه، الصفه هي كلمه endangered اللي معناها معرض للخطر. فانت قلت لي lions are endangered الاسود معرضه للخطر، lions are in danger في خطر. لكن لو انت بقى عايز تقول الاسود المعرضه للخطر كصفه يعني، فهتقول in endangered lions. طب society should not discriminate، المجتمع لا يجب ان يميز against بين casualties الضحايا، minorities الاقليات، proverbs الامثله، وsayings الاقوال، المجتمع لا يجب الا يميز بين الاقليات. try to note how many steps it will take to go to a close object، يقول لك حاول انك تعمل ايه في عدد الخطوات اللي هنمشيها يعني عشان نوصل حاجه معينه. اكيد تقدر، estimate يعني يقدر عددا. طب value يعني يقيم او يقدر بمعنى يشكر، اختها الثانيه appreciate زيها برضو يقدر يعني يشكر. account معناها حساب ومعناها يفسر. the expatriate اللي هو الشخص المغترب has lived among the original، الاوريجينال يعني بقى مفيش ابديت، المفروض ان هي اوريجينال نوت فور فيو ييرز، بيقول لك ان الراجل المغترب عاش بين الايه الاصليين لسنوات كبيره او سنوات عديده، اكيد عاش بين السكان اللي هم انهابيتنتس مظبوطه، لكن الاولانيه هابيتشوال اللي هو سكني، وهابينس السعاده، وانهابيتيشن دي اخت مين؟ هقول لك انا فين؟ انهابيتيشن دي اخت ديس كاريجينج او ديسكارجمنت اللي هو التثبيط، انك تثبط همم الاخرين يعني تحبطهم. official note indicate that crime is falling، الايه الرسميه بتبين لك ان معدل الجريمه is falling يعني بيقل، decreasing يعني او declining. اكيد الاحصائيات الرسميه الاوفيشال فيجرز الاحصائيات الرسميه. طيب in the past في الماضي الموسيقى كانت فرديه، so it wasn't not by music، لذلك هي لم تكن متاثره بالموسيقى اللي جايه من الاماكن الاخرى. influenced معناها متاثر، بيقول لك الموسيقى كانت زمان فرديه، ما كانتش بتاثر بموسيقات الدول الاخرى، يعني مفيش موسيقى بتنتقل لبلد ثانيه فالناس التانيين يغنوها بطريقتهم. طيب كلمه fascinated معناها منبهر يعني، enhanced معناها مدعوم، distinguished معناها مميز.
The noise outside had me not, so I couldn't concentrate. الموسيقى جعلتني مرتبكا. مرتبكا يعني confused. ما تيجي نترجم دول confusion دي ناون اللي هو الارتباك, confusing the verb أو sorry صفة بمعنى مربك, adjective بمعنى مربك, و confused ده الفعل بمعنى يربك. فأنت بتقول الضوضاء الخارجية جعلتني مرتبكا. There is not different, هناك اختلاف ايه بين التو براندز, البراندين الاثنين يعني. Everyone can see it, وكل واحد ممكن, كل الناس ممكن تشوف الاختلاف ده. يبقى هناك اختلاف noticeable ملحوظ, noticeable اخت remarkable اخت distinguished اخت clear cut. وما ننساش significant لما كنتش قلتها. Maestras معناها غامض, ambiguous معناها غامض, miserable معناها بائس. The doctor advised him to not the time he watches TV to keep his sight healthy. الدكتور نصحه انه يعمل ايه في وقت مشاهدة التلفزيون عشان يحافظ على بصره. اكيد ان هو merit يعني ميزة, erect معناها يبني او يؤسس زي كلمة establish بالضبط وزي كلمة build, لكن limit يعني يقلل او يحد من. الدكتور قال له انت لازم تحد من وقت المشاهدة التلفزيون عشان عينك برضو ما تبوظش. He has a good sense of, لديه حس ايه, he always makes us laugh, بيخلينا نضحك. يبقى حس الدعابة اللي هيومر, اللي دايما المصطلح ده بتكرر. برايد اللي هو الفخر, اونر اللي هو الكرم او الشرف يعني, والتكريم استيميشن تقدير. Nurses are part of the medical ايه, الممرضات هم جزء من الايه الطبي. اكيد المجال الطبي اسمه بروفيشن. عايز تركز كده, انت بتقول teaching profession, teaching profession, medical profession, engineering profession وهكذا يعني. طيب امال ايه confession؟ ده الاعتراف. بروفيشن ده الموكب, وconfusion الارتباك. The town's population not between كذا and كذا, بقولك ان تعداد السكان تراوح بين كذا وكذا. الرينج يعني يرتب, ريج معناها يمزق او يقطع, رانجد معناها تراوح بين كذا وكذا. طيب رجد معناها بلا بليا يعني اصبح بليا. I'd like to lie down for a while, انا عايز اقعد شوية. lie for a while لفترة قصيرة من الزمان. كلمة a while هنا معناها short time, طبعا long time فترة طويلة, و during يعني أثناء, و intention دي اللي هي النية. بعد كده رقم 64 بقول لك I not my red scarf for her blue one which I admired much, أنا بدلت السكارف الأحمر بالسكارف الأزرق لأن حبيته. escape يهرب, swab يعني يبدل أو يتبادل, swept يعني كنست يعني يكنس الغرفة, والكلمة دي جاية من كلمة sweep, sweep swept swept. You're not is a person who is the same age, الشخص اللي في نفس عمرك او اللي عنده نفس الحالة الاجتماعية, ده زميلك او رفيقك اللي هو peer. امال ايه peer دي اللي هو البيرة, و peer دي اللي هو الدب, لكن في peer اللي هي كده اللي هي الكمثرة. Many departments require their students to do a not defense, ولك الكثير من الاقسام بتطلب من الطلاب بتوعهم ان هم يعملوا ايه يا ترى, ان هم يعملوا سيسز اللي هو الاطروحه, تريجر الكنز, مس يعني يفوت او يفوته, ثيرابيست المعالج النفسي. فاكيد ولا واحده من دول, فهتاخد انت سيسز. ومعنى كده ان كل قسم بيطلب من طلابه ان هم يعملوا اطروحه. اطروحه دي معناها بحث. As soon as he set eyes on her, بمجرد ما وضع عينه عليها, he not in love with her, وقع في حبها. هنا عايزك تركز معايا ان كلمه فول يعني يقع, الماضي منها فل, والتصريف التالت منها اسمه فولن, دي يقع. طب كلمة فل يعني يملأ, وآخرها إيه دي في الماضي, فل فلد فلد معناها يملأ. طيب كلمة فيل يعني يرسب, والماضي منها آخره إيه دي, فعل منتظم بمعنى يرسب. طب كلمة إيه كمان, فيل يعني يشعر, والماضي منها اسمه فلد, والباست بارتيسيبل برضو اسمه فلد, ودي معناها يشعر. فأنت بتقول بمجرد ما وقعت عينه عليها هو وقع في حبها. يقع يعني فول والماضي فل, فأنت عايز فل دي. فلو دي معناها طارة, وفليد الماضي من فلي معناها يهرب, أخت اسكيب, وفيل معناها يرسب. She felt she had looked at the problem from every not, ولك هي تشعر أنها نظرت للمشكلة من كل أكيد من كل نواحيها أو مناحيها يعني. اسبكت ده اللي هو المنقار يعني, اسبكتور المشاهد, انسبكت يعني يفتش, واسبكت اللي هو مظهر أو كل جانب من جوانبها يعني. طيب he was my best friend, كان أفضل أصدقائي في العالم كله, في العالم كله او جله يعني. The word whole, كلمة whole هنا بتساوي كلمة entire. خد بالك احنا متفقين ان كلمة whole بتساوي entire, وممكن نحط مكانها all, بس في استخدام مختلف انك تقول لي the whole world او تقول all the وتجيب الاسم بعدها. الكتاب كله هنقول the whole book او all the book. طب ليه مش every؟ every معناها كل واحد منهم,
فانت لو قلت لي ان هي كانت صديقتي المفضله من في كل واحد منهم العالم، المعنى مش هيركب. is a this a disease that prevents the brain، هو المرض اللي بيخلي المخ بتاع الناس الكبار ما يشتغلش بشكل كويس، يبقى ده اكيد مرض الزهايمر اللي هو ده. طيب 71 my brother is bilingual، اخويا ده راجل متعدد اللغات، بيتكلم كام لغه بقى؟ ما دام bilingual يبقى ده بيتكلم اتنين لغه، يبقى two languages. ابو one language ده بنسميه مونو، والتري او ثلاثه ده بنسميه تري، ولما ما بيتكلمش خالص ده بقى بنسميه ابكم. I am fortunate to have two cultures in my family، انا سعيد ان انا عندي او انا محظوظ ان عندي ثقافتين في البلد. كلمه fortunate يعني محظوظ، بتساوي lucky اللي هي رقم ايه. كلمه باجي اللي هو واسع او فضفاض، unlucky يعني غير محظوظ، وmiserable معناها بائس. ليلى warmly not her son who was terribly afraid and he soon felt safe، الولد كان خايف جدا فامه حضنته impressed، وهنا كان ممكن نستخدم كلمه hug اللي معناها حضن، خليها بس في الماضي. tourists leave the country fascinated by the place، السياح بيمشوا من البلد وهم فرحانين جدا بالاماكن اللي هم زاروها. ده بيعبر لك عن الايه بتاع السياح، اكيد الرضا بتاعهم، الرضا اللي هو اسمه satisfaction. خد بالك satisfaction ده الرضا. طب satisfactory دي معناها مرض، شيء المرضي لاخرين. not is the way in which society deals with cultural diversity، بقول لك الطريقه اللي البلد بيتعامل فيها او تعامل بها مع التنوع الثقافه اللي هي التنوعيه الثقافيه اللي هي اسمها مالتي كالتشراليزم. امال ايه مالتي مالتي لينجواليزم؟ دي اللي هي التعدديه اللغويه من لينجوا من لانجويج. مالتي ميديا اللي هو متعدد الوسائط، اللي هو الشيء بيشغل الفيديوهات والاصوات والصور وكده. مالتي كورس ده كورس متعدد. المهم احنا قلنا متعدده الثقافات يبقى مالتي كالتشراليزم. خد بالك مالتي كالتشراليزم ده اسم، الصفه منه اسمه مالتي كالتشرد. بعد كده I am proud that one of my not shared، واحد من الايه شارك في اللوكال ميوزيومز في بناء المتاحف المصريه من زمان، يبقى ده واحد من اجدادي، يبقى ده اسمه انسيستورز، اسلافنا يعني. الجمله الاخيره في الكلمات بيقول لك despite living in a nice villa، برغم انه عايش في فيلا حلوه زي الفل، انا ادركت ان انا كنت ايه بعد ما قضيت شهور قليله في لندن. I missed my family so much، الاسره وحشتني جدا، يبقى هو حس بالحنين للوطن، يبقى هومسك. طيب احنا كده خلصنا الكلمات، هسجل القواعد برضو دلوقتي في نفس التوقيت ده، بس خليها لوحدها في فيديو عشان لو كان كده ما تزهقش. نلتقي في فيديو قواعد.